طبعا يعني. نعم. ما فيش ذكر مع انثى ولا لا ما نعرف ذكر مع انثى. اذا كانت كذا ينبغي ان يكون اناث مع اناث وذكور مع ذكور. هذا هو الاغلب هنا اعتقد والله اعلم. وقد يقال لا يضر لو كان نعم احرم لا يضر. امر الموت شيء اخر بعده انت تمر الدنيا. ولا اذكر الان ما قاله العلماء في هذا، لكن اذكر انه لا باس بوضع اثنين وثلاث في قبر عند الحاجه. اما اذا كان نساء ورجال فلا اذكر في هذا كلام اهل العلم، ولكن يغلب على ظني ان الاولى والافضل والله اعلم ان يكون الرجال وحده والنساء وحده. هذا هو